اروح للدكتور امتى. خلينا نتكلم على حاجات غابه انا الناس استنتج ممكن بقى تكون من مش عارفاها. استنتج بقى من اجابه حضرتك دي يا دكتوره فاطمه، يعني لازم نستغل طبعا وجود حضرتك معانا وتفهمينا في برنامجنا طريق النجاح، وتفهمي جمهورنا مشاهدي قناه الحدث اليوم، وتعرفينا ايه التغذيه الصحيه اثناء فتره الحمل. تمام. التغذيه الصحيه، انا دايما بقول للعيانه كلمه واحده، اللي انا ممكن اكله لبيبي صغير حضرتك بتاخديه وانت حامل. يعني اذا كان بيبي ده ما ينفعش ياخد جانك فود، فحضرتك ما ينفعش تاخدي جانك فود. تمام. الحاجات السبايسيز والمخلات والحاجات المشطشطه، كل حاجه ليها سبب على فكره، احنا مش بنقول كده وخلاص. يعني الحاجات اللي فيها حوادق كتير احنا بنخاف انها تعمل مشاكل، التهابات في مجرى البول، لان احنا بنبقى عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه انا مش قادره ادي مضاد حيوي لعيانه حامل باريحيه زي ما تكون مش حامل. والمشكله الثانيه انه اي التهاب في المسالك البوليه بيعمل حاجه اسمها انقباضات مبكره في الرحم. حاجه ثانيه برضو من الحاجات المهمه قوي، اللحمه اللي مش مستويه كويس، يعني اللحمه المصنعه باسمائها وانواعها، لان هي بتنقل بعض الفيروسات ما ينفعش ان العيانه الحامل تاخدها. الكافيين، ودي ستاديز قريبه احنا كلنا بنقول هو القهوه والشاي ما فيهمش حاجه، ولا البيبسي ولا النسكافيه ولا الشوكليت، لا اكشوالي دلوقتي في دراسات بتقول ان ممكن الكافيين الزياده يبقى بيساعد او بيقيد ان العيانه دي تسقط. الحاجات اللي فيها زئبق اللي موجوده عندنا في مصر في حاجتين كبار، سمك المكريل والتونه، الى حد ما بنحاول نخلي العيانه تقلل منهم على قدر المستطاع. هم مش المفروض انهم يتاخدوا، لكن اذا خدتهم بتقلل شويه، بتقلل على قدر المستطاع من الحاجات دي. فده اساس الحاجات اللي المفروض ان العيانه توقفهم او تقللهم. الحاجات اللي بتاخدها بتاكل كل حاجه هي عايزاها، النتس، الاكل الصحي، الحاجات اللي فيها كالسيوم، لبن، زبادي، بيض، جبنه قريش بكل انواعها، الحاجات اللي فيها حديد، والمين سورس بتاع الحديد هو في اللحوم، مش زي ما الناس فاكره، لا يلا ناكل بنجر وعسل اسود ورمان، اوكي مفيش مشاكل، لكن احنا لازم برضو بناخد الحديد من السورس اللي فيه لحمه حمراء. تمام. فده ما يخص التغذية. ما يخص بقى بلان التغذية في اليوم، هي لازم العيانة تفهم انها احنا بنقسم اكلنا 5 6 مرات في اليوم، لان احنا في اول فترة الحمل بيبقى عندنا ما يسمى موشن سيكنس. العيانة دي بتصحى من النوم مش قادرة اي حاجة في معدتها، بترجع طول النهار مش عايزة تاكل، لانها خايفة من الاتاك بتاعة الترجيع بتاعة الحمل. هي كل ما هتوقف الاكل كل ما الاتاك دي هتزيد زيادة، مش بالعكس، مش ترتاح. فاحنا بنقول العيانة قسمي اكلك 5 6 مرات في اليوم، حاجة اسمها small frequent meals، كلي حاجات صغيرة ما تملاش معدتك لكن تديكي انرجي طول النهار. وبنحب ان اول وجبه الصبح واخر وجبه بالليل تبقى حاجه ناشفه، اذا كان بسكوت او بقسماط او عيش سن، بحيث انه يقلل عندها احساس الترجيع. واكيد كده كده المعده هتستفاد يا دكتور، دي حقيقة. صح؟ بالظبط. طب دكتور، في معتقد خطا زي ما حضرتك بتقولي، انه بيقولوا انه النزيف اللي بيحصل في شهور الحمل، خاصة اول 3 شهور، في ناس بتفتكر ان خلاص ده اجهاض، وانه هيحصل اجهاض وانه الحمل مش هيكمل، ودي من ضمن المعتقدات الخطأ. فحضرتك عاوزين نفهم ايه بقى اسباب النزيف اصلا يعني، وهل المعتقد ده صحيح او لا؟ طيب، احنا اول 3 شهور في ستات كتير قوي بيحصل لهم نزيف اول 3 شهور، يمثلوا كام في المية من الحوامل؟ اولموست 20%. الحقيقه في نسبه جيده منهم بتكمل حمل عادي خالص، وفي نسبه تانية مش بتكمل حمل، لكن احنا مشكلتنا ان احنا مش عايزين نحصر موضوع النزيف اللي بيحصل اول 3 شهور في السقط بس. نمره واحد، في حاجه فيسيولوجيكال، يعني في عيانين كتير قوي قوي تيجي تقول انا والله وقت البيريد نزل عليا نقطه دم وخلاص، وبتبقى حامل وبينزل عليها وقت البيريد نقط دم وهي العيانه حامل، دي مش بتسقط، دي حاجه كده، حاجه فيسيولوجيكال بتحصل لبعض السيدات. نمره اتنين، انه احنا لازم نستبعد ان في سبب موضعي هو اللي يعمل النزيف. العيانه عندها لحميه، عندها قرحه، عندها اي حاجه، ودي مشكله اخرى. العيانه في الحمل ما بتبقاش حابه انها تتفحص من تحت نهائيا، وده غلط. وبره، والمفروض ان ده يعني هم بره، يعني هم احنا بنشتغل بجايد لاين.